برنامج وطني بيفتح الفرصة لطلاب جامعاتنا لحتى يكون عندهم شركاتهم الخاصة. هذا البرنامج هو من إنجاز رح نعرف عنه أكثر، اسمه برنامج تأسيس الشركة. رح نشوف مجموعة من طلاب من جامعة الطفيلة التقنية عملوا شركتهم وعملوا منتج وسوقوا وعملوا أرباح. خلينا نتعرف على المشروع مع سيد علام الشريف، حضرتك منسق البرنامج. أهلا وسهلا سيد علام. كمان متعرف على أسيد داودية. أسيد حضرتك طالب بجميع جامعة الطفيلة التقنية، وأنت دورك بالشركة نائب مدير الإنتاج. نتعرف كمان على نور الفراهيد. أهلا وسهلا نور. نور حضرتك نائب مدير التسويق من الجامعة كمان. وبعدين ابتهال حساسنة، حضرتك موظفة إنتاج من الجامعة. أهلا وسهلا. فكرة كتير حلوة، يعني أنا عم بطلع أنه في تايتلز وظائف ومسمى وظيفي لكل واحد فيكم. فهلأ رح نتعرف مع بعض إحنا وياكم على هالطلاب، مشروع اللي عملوه، كيف سوقوه، كيف أسسوا الشركة، بأكيد بدعم وتوجيه من إنجاز. أستاذ علام احكي لي على مشروع Company Startup Program أو برنامج تأسيس الشركة. أول شيء صباح الخير، شكرا لاستضافتنا اليوم. طبعا برنامج تأسيس الشركة هو إجا من حاجة المجتمع، حاجة الطلاب اللي قاعدين بتخرجوا ومش عم بلاقوا وظائف، وبعدوا وقت طويل وبتمتد لسنة أو أكثر إنهم يلاقوا وظائف. فإحنا ابتكرنا فكرة هذا البرنامج لتلبي حاجة هدول الطلاب في المجتمع. بتقوم فكرة البرنامج على أول شيء تأهيل هدول الطلاب مشان يكون عندهم شركتهم الخاصة عن طريق يعني منهاج كامل، مع بكون من عندهم مشرف خاص ومتطوع، خلينا نحكي برشدهم ليوصلوا لتأسيس الشركة. من أهدافه هي تدريبية وتعليمية، وبرضه بنستمر معهم لتسجيل هاي الشركات. طبعا هذا البرنامج بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأيضا بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اللي هو شريكنا في الجامعات، بسهلنا أمورنا في الجامعات. طلاب من جامعة الطفيلة التقنية اليوم بنحكي عندهم شركتهم الخاصة، هذا فخر لنا واعتزاز. طبعا البرنامج موجود بكل المحافظات اللي هي بالشمال والوسط والجنوب. هذا البرنامج مطبق على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت السنة الماضية اللي هي طبقنا فيها 50 شركة طلابية، والمرحلة الثانية 75 شركة طلابية، والمرحلة الثالثة إن شاء الله السنة الجاي راح تكون عندنا 100 شركة طلابية. هلأ أستاذ علام أنت عم بتقول لي أنه موجودين أنتوا بكل الجامعات الحكومية، موجودين وكليات بكل كليات المجتمع، والطلاب بيتوجهوا لبرنامج اللي هو تأسيس الشركة. بيسجلوا وأنتوا بتتولوهم من أول ما يسجلوا لبين ما يأسسوا الشركة، ويطلعوا المنتج اللي بدهم اياه يبيعوه في الاسواق. أكيد. ولازم يعملوا ارباح، ولازم يعملوا ارباح، وبعدين حتى بنمررهم بمرحله تصفيه الشركه مشان يعرفوا حتى في المستقبل كيف انا بصفي هاي الشركه. بس هم الحلو انه مش عم بيصفوها على الفاضي، بيصفوها عشان يسجلوها بعدين. بالضبط، بيرجعوا بيسجلوها التجاره بطريقه رسميه، يعني مشروع متكامل. أكيد. ومن صح له يبدا مشروع بدعم يعني وتوجيه من ناس عندهم خبره. اكيد. راح ابلش هلا حواري معك يا ست نور. نور انت حضرتك طالبه بالجامعة، توجهتوا قولي لي كيف توجهتوا، يعني كيف تجمعتوا؟ هلا انتم الشركه مكونه من 22 طالب وطالبه، وعملتوا هالمنتج اللي بدنا نتفرج عليه كمان شوي، بس انت كطالبه سنه اولى عم تدرسي معلم صف، كيف توجهتي، كيف عرفتي وكيف توجهتي لهالمشروع؟ تعرفت كان نازل اعلان على الموقع الجامعه انه في من انجاز راح نطلق شركتي وفي مجموعة طلاب راح يشتركوا بهذا البرنامج، إذا بتحبي تشتركي. كانوا منزلين أنه شركة تي آر موجودة راح تتجمع أنه يوم خميس بالصندوق، اللي حاب بروح. فروحنا هناك وتجمعنا، انتخبنا من بيناتنا هيئة إدارية، وبعدين صار في تصويت على الأفكار، كل واحد عنده فكرة. أنا عندي فكرة المنتج فرن، أنا عندي فكرة منتج خدمة، فتم التصويت بالأغلبية أنه الفرن. بعد هيك أسسنا الموظفين، كل موظف له سهم بالشركة أقلها 3 أسهم. بلشنا بتسويق الأسهم على الطلاب، على الزملاء، على العائلة، كل واحد عائلته ممكن أنه يشاركها بالأسهم. جمعنا الأسهم وأسسنا رأس مال، من رأس المال اشترينا المواد وبلشنا بالإنتاج. هيك بلشت. طيب هلا انتم شركه من 6 بجامعه الطفيله التقنيه، مش شركات. من 6 شركات وانتم واحده من هدول الشركات من 22. يعني انتم اول شيء دخلتوا الدوره التدريبيه اللي هي بتعلمكم كيف تاسسوا الشركه، كيف بالزبط. تمشوا، وخلال التاسيس وخلال كيف تعملوا، كيف تبيعوا اسهم، كيف تجيبوا راس المال، مين كان يساعدكم بهاي؟ بيكون في مندوب من انجاز بالجامعه بتابع هذه 6 شركات،
بأسس لهم جلسة أنه كل يوم خميس رح يكون في جلسة لشركة تي آر، بنتجمع بيكون هذا الاجتماع بوقت الفراغ مش على حساب وقت المحاضرات، يعني بيكون الكل فاضي بنتجمع بيتأكد من الشغل أنه وين صرتوا، شو صار معكم بالأسهم، شو صار معكم بالمنتج، بعد هيك لحتى نساعد بالتسويق عملنا إيفنت بالجامعة وعزمنا عليه دكاترة والعميد حضروا معنا وهيك، وصارت الشركة هيك يعني أنه هيك تعرفنا على بعض ومبادرة، فالواحد تشجع أنه شركة وموظفين إيش لكم فائدة في حضور في المتطوع برضو بيكون معنا هو مدرب مؤهل لتأسيس هاي الشركة، بيكون بتابع معهم بشكل تطوعي طبعا، وبكون له خبرات كبيرة في البزنس والشركات. حلو، يعني مين صح له يبلش شركة بدون ما يحط رأس مال وناس كمان تساعده يأسسها. طيب أسيد، وصلت لعندك أنا هلأ، أسيد داودية، أنت عم تدرس بالجامعة هندسة؟ لا، عم تدرس نظم تكييف تبريد. نظم تكييف وتبريد. هلأ بدنا نحكي على المنتج اللي عملته شركتكم، اللي عملته أنتو هذا الفرن على الكهرباء. شو بيعمل؟ فرن إلكتروكهربائي. أول إشي إجت فكرته أنه هو فكرة موجودة، لكن كيف نعمل الفكرة موجودة مش مطبقة بالسوق أو بالمجتمع، كيف نعمل المنتج إنه عصري ويعمل لنا بنفس الوقت شغلة يعني أغلب المجتمع بيحبها، أو يعني في عندهم لا يعني كيف لازم إنه يحصل عليها. هو الفرن هذا بيعمل لنا أول إشي الخبز البلدي أو الطابون البلدي، في نفس الوقت بيعمل لنا المعجنات البيتزا، بتقدر ست اي ست بيت تعمله. انتوا عملتوه هذا نتفرج عليه مع بعض انا وياك. هلا هذا الفرن انتوا صنعتوه بالجامعه؟ صنعناه بالجامعه بمشاغل الجامعه. بمشاغل الجامعه. المواد مثلا من وين جبتوا تكلفه المواد؟ المواد هو من خلال انه بيع الاسهم الموجوده حصلنا المصاري، بلشنا نشتري بالمواد وصنعناه بمشغل الجامعة. حلو. مشغل التكييف. احكي لي عنه هلا. شو اجزاءه مثلا؟ اجزاءه اول شيء بلشنا بالغرفة الداخلية، وركبنا مقاومتين كهربائيات ومقاومة لحتى انه يستوي المنتج، والمقاومة الثانية لحتى تكون تحمير او للتحمير. بعد هيك تم عزله بالصوف الصخري وتركيب ثيرموستات لحتى انه يسهل علي عمليه انه انا اتحكم بالحراره لوقت معين. اوكي، وين الثيرموستات هلا؟ احنا عندنا هيك واصل، هي الفيش. الباقي كله وين؟ الثيرموستات موجود هنا، في له اكثر من جارور لحتى انه انا اذا بدي صواني او استخدم خبز الطابون او استخدم بيتزا، له اكثر من صينيه متعدده الاغراض. والله. طيب اذا هو فيه حم من تحت، من وين الحم؟ له مقاومه كهربائيه على الاسفل، ومقاومه كهربائيه فوق للتحمير. كم من وحده عملتوا منها من المنتج؟ المنتج هو هذا منتج اولي. واول منتج احنا اشتغلناه وهو حلو يعني واحد. هذا البروتوتايب، يعني ممكن تعملوا بعده احجام. بعده احجام يعني ان شاء الله انه راح يكون له مراحل اكثر من هيك وله تطور اكثر من هيك ان شاء حلو. الله طبعا. طب هلا انتم كان لازم يعني تشرفوا على كل تفاصيله لما عملتوه بمشغل الجامعه؟ نحن كنا الطلاب هيك وكنا نتجمع ونيجي كقسم إنتاج. طبعا في إحنا قسم الإنتاج كان عندنا اللي هو الديزاينر بيعملوه، وفي أيضا عندنا البحث والتطوير. أنتوا هلأ 22 موظف ومقسمين الأدوار؟ أكيد. طيب. هلا عندنا مثلا بالنسبه للمنتج هذا الديزاين اشتغلوا عليه اللي هو التكييف والتبريد الميكانيكي، اللي بيكون الطلاب المسؤولين عن الشغله هاي. بالنسبه لنا نحن مثلا كميكاترونكس او حاسوب او مختلف الهندسات الكهربائيه، في ايضا اجزاء داخليه نحن كمان اشتغلناها عليه بحيث التحكم الحراري والثيروستات وهيك، فانه يعني هيك منتج مبدئي بس ان شاء الله انه راح يكون احسن. بس كمان ملاحظه انه نسينا نحكيها، اللي هي عباره عن حجر الرضف يفترض انه موجود بالجرور. اللي هو بده يعمل الطابون. حجر الرضف هذا هو اللي اصلا خلاه مرادف للطابون العادي اللي انتم بدكم تصفطوهم بالضبط. رح نحطهم بالجرور على اساس انه نعمل الطابون. هلا اذا بدي اعمل انا البيتزا او المعجنات، لا، انه بنشيل هذا الحجر. طبعا هو ببساطه يعني بتتعامل معه ست البيت بشكل فليكسبيليتي يعني. بتشيل حجر الرضف على اساس انه تعمل معجنات. وجربتوه؟ اكيد. جربنا، عملنا معجنات، عملنا كمان خبز الطابون، وكان انا كثير حبيت الفكره يعني. طيب وعم بطل هاي والله زاكين، امتى طبختوهم هدول؟ لو جبتوا لنا شوي. طول امبارح. امبارح يعني مجرب وكل شيء تمام. طيب هلا انا سعرتوه؟
ولا لا؟ هو وصلتوا لمسرح مرحلة التسعير؟ لسه احنا كونه منتج اولي وفعليا من المواد بالطفيلة كانت شوي مش متوفرة، فكنا انه احنا نجيبها من عمان او من المناطق اللي في المتوفرة فيها، فكانت التكلفة شوي علينا عالي شوي، لكن في مراحل اخرى انه راح يكون اقل. طبعا لما تكون تعملوا عدد اكبر عدد مش اكبر راح يكون هالقد. صحيح. فهذا بس كان هو اولي لتعرفوا شو اولي اصلا. هي هنا عم بيعمل الطابون، حطيته الحجار. شو حلو حجر الرضف. عن جد فظيعين، بهنيكم. طيب هلا انتم 22 طالب اللي هم موظفي الشركه، عم بطلع من التايتلز انه انتم مقسمين مدير انتاج مدير تسويق كذا، على اي اساس تم يعني المسميات الوظيفيه على الطريقه الصحيحه؟ حسب اول شيء بدايه التخصصات، كونه نحن لسه الطلاب ما بنعرف بعض وما بنعرف الخبرات وقدرات الطلبه، فبلشنا انه حسب التخصصات. هلا مثلا قسم الانتاج بما انه منتجنا هو الكترو كهربائي، فبالتالي اخذنا طلاب من هندسه ميكانيك التكييف الكهرباء بشكل عام، هذول للانتاج. هذول للانتاج. الان الاقسام الثانيه بناخذها كمان من تخصصات ثانيه، مثلا قسم الماليه والاداريه، لانه عندنا مثلا عندك التسويق ماليه واداريه، في ايضا اصلا عندنا قسم الماليه، يعني حسب كل تخصص طالب وقدرات الطالب ومواهبه. طيب استاذ علام، يعني اكيد يعني هم من طلاب سنه اولى وثانيه وثالثه، كل فكره البزنس مش إشي سهل عليهم. يعني كيف انتم بيكون دوركم انكم تساعدوهم لحتى يبنوا الهيكل الوظيفي يعني للشركه؟ يعني زي ما حكيت لك في عندنا المنهاج كامل بشرح، في بوسترات في المنهاج، في كتاب للطالب، هذا اللي بياخذوها بالاجتماعات الاسبوعيه. بالاجتماعات الاسبوعيه في يعني اسبوعيا في لهم على الاقل اجتماع واحد غير الاجتماعات الثانيه. يعني لو انا بدي اعتمد بس على الاجتماعات الاسبوعيه من كل اسبوع ما راح اخلص واعمل شركه واسجلها بعدين. فهم الطلاب يعني ما شاء الله عليهم بيجتمعوا، حتى بيصيروا يتفقوا على اوقات غير الوقت الرسمي للاجتماع، بيصيروا يشوفوا بعض وبيصيروا حتى يجتمعوا اكثر من يعني بس يعطوا فيدباك بالاجتماع الرسمي، وين وصلوا وشو المشاكل اللي واجهتهم، شو الخطط اللي بدهم يعملوها مشان مواجهة المشاكل. نور، انت معلم صف، عم تدرسي معلم صف سنه اولى، وشو وداكي على الشركه والموهبه؟ طول عمري بحب اقتصاد تسويق اشياء مثل هيك، فحكيت انه معلم صف مش رح يخدمني، انه كيف بدي ادرس معلم صف وانا اقتصاد وهيك، فحكيت خلاص بنشارك بالشركه ومنه واقع عملي، بدل ما انا ادرس الاقتصاد دراسه اكاديميه بالعملي، فخدمتني كثير. يعني ما في موهبه عندي ولا فكره عندي بالتسويق الا وطبقتها، والحمد لله الاغلب الافكار اللي عرضتها نجحت بهاي الشركه. برافو، عن جد كثير حلو. شوف قديش بفتح لهم مجال انهم يطوروا معرفتهم، قد ايه بفتح لهم مجال يتطوروا. طيب اسيد، هلا هذا المنتج انتم عملتوه واشتغلتوا عليه وعلى كل تفاصيله، واكيد انت تخصصك كان له علاقه لانه انت من جماعه الانتاج. طيب هلا انتم بنهايه السنه لازم يصفوا الشركه؟ بيصفوا الشركه لانها شركه طلابيه بتضل بالاخر، بروحوا للمسابقة النهائية. المسابقة النهائية في عنا الجزء اللي هو في عنا هلأ بنستحدث قاعدين اللي هو وحدة تطوير الأعمال اللي هي بتتابع مع الطلاب مشان ما نتركهم، وصلناهم عطيناهم التدريب والتأهيل ونتركهم بعديها إنه يدبروا حالهم، لا، في هذا القسم أو هاي الوحدة رح تتابع معهم على تسجيل الشركات رسميا في وزارة الصناعة والتجارة، وحتى تشبكهم مع خلينا نحكي المؤسسات الداعمة اللي ممكن تدعم هذا المشروع، حتى المستثمرين. حلو. ممكن. وهلا ناويين تكملوا؟ قل لي أسيد، لما تخلصوا هاي الشركة وبعدين بدكم تسجلوها رسميا بوزارة الصناعة والتجارة بنفس المنتج كلكم مع بعض بدكم؟ طبعا أكيد بنفس المنتج، وإن شاء الله إنه في أفكار ثانية أجمل وأفضل إن شاء الله. طبعا مع ذلك إنه كمان إحنا شوي الوقت ما بيسعف الطالب بالجامعة لأنه الدراسة، هلا امتحاناتي وهسا وقت امتحانات، ما بيسعف الطالب إنه يشتغل ويجتمع ويدرس وامتحانات ومحاضرات، فان شاء الله انه لمراحل لقدام ان شاء الله راح يكون نكمل الشركه وما راح نوقفها، لانه هي بتفيد باعتقادي انا الشخصي انه بتفيد اكثر من المحاضره اللي انا باخذها، لانه انا بشتغل بايدي اولا، وثانيا بتعلمني لقدام يعني كيف انه انا اعتمد على حالي، اقدر اشتغل، كيف اسس شركتي، كيف انه انا اشتغل بكره بشركتي بدون ما استنى وظيفه.
هل هيك انه ان شاء الله راح تستمر ان شاء الله؟ عظيم والله، كثير ممتاز. ابتهال، كيف لقيتي هالتجربه هيك اضافت لك، دخلتي هالمجال؟ اول شيء، لا قبل بدي اقول لك، انتم كيف ما بتختلفوا؟ هلا انتم 22 طالب، اول شيء دخلتوا ما بتعرفوا بعض، كل واحد من تخصص، كل واحد بسنه دراسيه، ودخلتوا وعملتوا هالانتخابات واسستوا الشركه. على اي اساس مثلا اخترتوا انه هذا المنتج؟ على اي اساس بتحلوا اختبتوا انه هذا مدير وهذا كيف؟ يعني ما صار ولا خلافات؟ وأكيد هلا أنت لما بتحكي عن أشخاص مختلفين فأريد إنه راح يصير أكيد اختلافات بيناتنا، إلا إنه هاي بنغطيها باجتماعاتنا، لكونه زي ما تفضل الأستاذ إنه اجتماعاتنا مش بس يوم مثلا يوم معين بحضور مؤسسة إنجاز، نحن كنا نجتمع مع بعضنا، يعني إذا بصير خلافات كانت خلافات بسيطة بنقدر إنه نتغاضى عنها، لأنه كونه منتجنا يعني منتج يعني كبير، مش ممكن إنه خلافات بسيطة هيك ممكن تضيعه. سيد، رح أرجع لك بصفتك أنت طالب وتمثل طلاب الجامعة الأردنيين اللي عندنا بالأردن، فقل لي شو بتقول كلمة للطلاب هلأ إذا عمالهم بسمعونا طلاب الجامعات، أنه أنت بوقت فراغك أسست شركة، صار عندك شركتك، شو بتقول؟ إحنا ما ضلش عنا وقت يمكن دقيقة. أول إشي أنه بالوقت الفراغ يعني خاصة طلاب الجامعات، إحنا بنلاحظ في الأونة الأخيرة أنه في بصير بعد عن العملية التعليمية. إحنا بوقت فراغنا الحمد لله أنه اشتغلنا، استفدنا، طلعنا بمنتج وبتعاون مع شركة إنجاز، الله يعطيهم العافية. يعني يعطيكم العافية أستاذ علام. في شيء بدك تضيفه؟ بس أنا يعني بوجه كلمة للطلاب أنه استثمروا أوقاتكم الفراغ اللي بين المحاضرات ببرامج زي هاي، منها بتأسس لمستقبلك ومنها خلينا نحكي بتملأ وقت الفراغ اللي هو ممكن يسبب لك مشاكل، ممكن يسبب لك أي مشاكل. عم بعمل مصاري منها وبأسس شركة أوريدي لما يتخرج. أنا عندي شركة وعندي الخبرة وعندي خبرة ساعدوني أطلع بهالشركة وكله ببلاش. صحيح. يعني أكيد. ما كلفوا مصاري مجانب. أبدا. فبحيي فيكم هذا الروح أسيد. شكرا أستاذ علام من إنجاز. شكرا ابتهال وانور. شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية. أنتم مثال للطلاب بالفعل يعني، وقدوة لازم تكونوا للطلاب الأردنيين. شكرا لكم، أهلا وسهلا.